الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتخابات 2019. رمضان شهر في العام، عندنا فيه وقت لينا ووقت للي يعز علينا. هالوقت اللي من العام للعام نبداو نستناو فيه باش نتلمو، اكتيفيو فيه مود رمضان، عيشوا تمتعوا بيه وما تبجلوا شي عليه. بعدو تو تشوفوا كل شي باش يحلى وحتى من البرتاج يقوى. اتصالات تونس. أولاد البلاد دورة في صفاقسنا البيع. مع جميلة. مرحبا بكم منو دجور مع مدام جميلة بالي، كالعادة تودنا بمنو على الكيف، خلينا ما نخمموش شنو باش نطيبو شنو باش نصنفو، تسهل علينا المأمورية وتعطينا كيفاش نطيبو بالتدقيق. مدام جميلة اليوم باش تقترح علينا؟ أنا اليوم باش نعمل الروز. الروز هذية باش نعمله بالمبعار. نعرف يمكن فما البعض ما نجمش يطيبوا اليوم حتى يشي القضية وكل حاجة، ما مسيش ياخذ الطريقة، واللي نجم خرق العادة. هالروز هذية باش نعمل معاه، باش نعمل معاه الزر بالكبار وشوية مرقاز. الزر بالكبار وشوية مرقاز. باش نعمل بريكة بالعظم ما عملناهاش في رمضان كامل. وأيضا مسفوف للسحور. مسفوف بالكريمة الأصلية نتاعنا. الكريمة الأصلية. واضح العربي. العربي نبداو ملا بالروز. نبداو بالبلا برينسيبال. ناخذ اللوازم نتاع الحشو الفاخس نقولوا احنا. باش ناخذ مبعار معاه 200 غرام كبده، 200 غرام لحم، شويه ليه، قطين معدنوس، قطين سلق، قطه معدنوس، بصلتين، 50 غرام روز ما يقابل ثلاثة مغارف متاع طاولة باش معناتها ما يكلوش. عنا سنتين ثوم، عنا أيضا مغرفة متاع طاولة نعناع مرحي، عندي فلفل أحمر نفس مغرفة متاع طاولة، تابلو كروير نفس مغرفة متاع طاولة، فلفل أكحل وملح قلنا عليهم، شوية هريسة بالنسبة اللي يحب المحرحر شوية. واضح. ما ننسيوش المبعار اللي تغسل وتنظف وتعمل بالملح، نغسلوه ديما بالملح ونحطوا معاه شوية قارص باش نحيك الريحة نتاعو ديما. كالصفورية. نتاعو صفورية. اما للصلصه اش خذينا؟ خذينا 350 غرام روز حسب العائله، هنا نقول عندي 6 ناس. ناخذ معاهم مغيرفه نتاع طماطم معجونه، بصله متوسطه، سنتين ثوم، 5 مغارف نتاع طاوله زيت زيتونه، تابلو الكرويه لازم منه، ايضا الفلفل الاحمر لازم منه، وخذيت معاه الملح، شويه عود شركه او عود قرنفل كعبتين هذوما باش يعطيو الريحه في الماكله. واضح. الطريقه سهله برشا، نغسل الخضره نتاعي نتاع الحشو، ننظفها ونقصها جويده بالكدا بالكدا ونخلطها الكل. اذا كان نحب يكون متماسك بالكدا نعمل عظيمه، واذا كان نحبه مش متماسك الحشو من غير عظمه. واضح. ناخذ المبعار نتاعي نعبيه بالخليط نتاعو، نربطو على اليمين وعلى اليسار بالكوردون برا مش بالخيط كيما قبل، ونضرب الضريبات بالكوردون باش يتنفس ما يترشقش. تو نجي للمرقة، ناخذ الطنجرة نتاعي نحط فيها ايتر ونص ماء. وناخذ اللوازم اللي ذكرتهم الكل، الطماطم والثوم والبصل نتاع المرقة. قبل ما تغلي بشوية نسقط أكل مبعار ونخليه يغلي لمدة 25 دقيقة. بعد 25 دقيقة وقت نهزو أنا بالمغرفة ونشدو نلقاها أرطب، معناتها لين سي طاب، كي لقيت مازال نخليه درجة آخر نزيدو شوية. كملت طابك المبعار هذيك، نهبطو نصفي المرق متاعي بالكسكاس، ونجي نكيل قداش عندي روز بالكاس. ناخو كيلة روز عليها زوز كيلات ونفس من الصوص من المرقه. دونك لقيت روحي المرقه نتاعي شويه نزيدو ما ميسالش ما يقلقش. نحط هذاك الماء على النار في تنيجرة اخرى ونطيب الروز نتاعي ما يقابل 10 دقائق ما اكثرش. جاي ولي طاب. ولي طاب. الملح ما ننساوهوش. طابت هذيك المرقه هذيك، وقت اللي طابك الروز هذيك طاب ايضا المبعار، نجي تو ناخذ الصليه تعرفها موك الفورمه المنقوبه من الوسط اللي نطيبوا بها على الغاز وتجي بنينه. يعطيك الصحه. ندهنها بشويه زبده بالكدا والا شويه زيت كما نحب، وناخذ نعمل فرشه روز ونحط لك المبعار روست ونكمل فرشه روز اخرى وننزل عليها بالكدا بالكدا. ونخليها على جهه ترتاح. واضح. قبل ما المغرب يذن
وانا ناخذ كيس صحن كبير والا سوبيريه كبيره ونقلب اكل المبعار هذاك تولي عندي كعكه وفي وسطها الحشو هذاك. الطريقه كيما نطيبوا الكسكسي كيما نطيبوا بها حاجه اخرى، لكن ديما نحاولوا باش نزينوا شويه ونعملوا حاجه مزيانه يحبوها الصغار ويحبوها الكبار. والمنظر ديما ما يقول لك العين تاكل قبل وقت تقص انت باش تقص تبدا كي تقصها فما اكل رونديلا نتاع المبعار الوسط في وسط الروز في وسط الروز وتبدا بنينه للتقديم عباره كعكه بالروز ولا كعكه بالروز كعكه بالروز. برافو يعطيك صحة تاكلوا بشفاء ان شاء الله. اما من ناحيه الزدر كيف كيف الزدر معناتها طريقته سهله برشا، واحنا ديما كي نعملوا حاجه ماذا بينا الحاجه الثانيه تبدا ارخص شويه. اش باش ناخذ انا؟ باش ناخذ كيس كيس هذيا سميد سميد متوسط، فما اللي يعملوا بالارطب نحبوا ديما المتوسط باش يبدا لي بنين. اول ما نعمل حاجه الساعه قبل ما نعطي لوازم نعرجوا نعرجوا حبق ونحطوا في الطاوة وعلى النار نار متوسطه ونمشيه برشا مرات يمين يسار ونهبطوا. التعريجه هذيك تخليه ما يشربليش برشا المرقه وتخليه كي تاكل انت تبدا تحس في الكعبة السميد بنينه هكا تاكلها تقرمش شويه ايه مش شكل محلوله تبدا ما تقرمش شويه تبدا بنينه. باهي عبر اسال في شنو ايه؟ الطاوة القلية المقلة يا عمر أو التاجين التاجين القليان فوالا كل واحد وش يسميه لأنه يسمعوا فينا يتبعوا فينا باختو من الجمهورية احنا في شفاقس يعرفوا الطاوة ويعملوا في التاجين يعرفوا تاجين فما ناس خلين يقولوا قلية فما ناس خلين يقولوا مقلة كل واحد شو يقول معناتها تاريخ كبير تاريخ كبير في اليسامي راهو فما برشا يسامي في الحاجة هي كوجينة واحدة واللي يسامي ويسامي برشا. من قلنا خذينا سميد ناخذ معها مغيرفة طماطم معجونة ثلاثة ثوم سنات مقصوصين جويدين ناخذ بصلة مقصوصة جويدة ناخذ أربعة أو خمسة عروف كلافس نقصهم كيف كيف جويدين ناخذ خمسة مغيرفات زيت الزيتونة فلك حل وملح تابلوا الكروية ما يبعدش عليها ثلاثة كعيبات ولا أربعة كعيبات مرقاس ما ننساش الزيت معناتها هذاك ديما حتى كان ما نقولوش راهو فما زيت خاطر فما ساعات الواحد ينسى حاجه الزيت والفلك والملح ديما موجودين في الثلاجه موجودين حاجه اوبليغاتوار هذه معاهم ليمونه اللي هو القرص المالح ومعاهم غرفه نتاع طاوله كبار ديما الكبار يتحط في الماء سخون هو الليمون يتقص شوي هذه الكل باش ناخذ الطنجره نتاعي نحط فيها شويه الزيت نحط الكلافس نحط البصل نحط ايضا الثوم ونقلي شويه علاش نقلي بالكلافس باش الكلافس يعطيني النكهه نتاعو يسيب يطيب بالقدا معناتها يسيب لي بالقدا بعد ما قليته خمسه دقائق نمرقو بايتر ونص ماء نحط اللوازم نتاعو الكل على البارد البقيه الطماطم والفلفل الاحمر والتبر الكرويه وكل على البارد وقت تغلي طنجره وين نصب هذاك السميد اللي عندي يغلي 10 دقائق بعد ما غلي 10 دقائق نزيدو الكبار ونزيدو الليمون يغلي خمسة دقائق قرين فلفل نقسمه على اثنين وعلى ثلاثة ونرميه قبل ما نهبط نحط شوية نعناع من فوق النعناع اللي عندي نحرك النعناع شيء اي انا قلت على النعناع عندنا مغيرفة نحط النعناع نخلطه بالقدا ونطفي عليه هذه الطريقة ماذا بيا نعملها في آخر دقيقة لكن النعناع باش يعطيك نكهة بنينة وانت تاكل فيه عصة القرص معانا ولا الخل هذيك في الطاولة في الطاولة في السحفة اكيد جدا نمشيو للمسفوف المسفوف مسفوف بالكريمه هذا بالكريمه الكريمه العربي التليفون جانا على الكريمه العربي الكريمه العربي قبل كانوا يعملوها بالفرينه كانوا في بقعه النشاء يعملوا فرينه تو ولاو يعملوا فرينه علاش الفرينه من بعد نزلنا الماء والنشاء ما ينزلش الماء هذيك علاش تغير فهمت نعطي انا اللوازم نتاعي باش ناخذ رطيل كسكسي انا نعملها بالكسكسي جويد علاش؟ أبن تبدا كي تاكل فيها ما تبداش طايبه برشا ما تحسش روحك تاكل في كريمه تحس روحك تاكل في مسفوف أما المسفوف الآخر اللي هو مسفوف يبدا طايب برشا أنا مثلا ما نحبوش واللي يحبوا ينجم يعملوا مثلا لكم حرية الاختيار ما نفضلوش دونك باش ناخذ طي الكسكسي جويد الكسكسي هذا اش معاه؟ معاه مغرفتين زيت زيتونه ومعاه قريصه ملح معاه قريصه ملح ومغرفتين نتاع طاوله زيت زيتونه نخلط الكسكسي مع زيت زيتونه ومع الملح وشويه ماء ونخليه يرتاح كيما نعملوا كسكسي هكا ولا واضح الوحده الفاخس نتاعو شنيه ناخذ الكريمه قبل كل شيء
ناخذ لتر حليب عليها أربعة مغارف متاع الطاولة نشام كومة، وإلا أربعة مغارف متاع الطاولة فرينة مش مكومة برشا، أوكي أنقص شوية. ناخذ معها أربعة مغارف سكر، أربعة فصوص عظم، ناخذ معها الفانيليا وإلا المورد، وناخذ معها هذه شنية الحويجة اللي مش نحطها مغير في الزبدة، نص مغرفة متاع زبدة طاولة اللي ما تخليش الكريمة تعمل لي جلدة، ما تجلد ليش باش نطيب كريمة عادية. ناخذ نفور الكسكسي متاعي، كيف يتفور تفيرة 10 دقائق، نهبته نسقيه بكاس ماء، ثم نعاود نفوره مرة ثانية نسقيه بكاس ماء ورد، ثم نعاود مرة ثالثة نسقيه بكاس ماء، يولي الكسكسي متاعي شارب لبسنا عليه وريحته فاوحة، وريحته فاوحة بالماء الورد. كان نجم نحط مغير في السكر محور كان تحب في التفويرة الثانية اللي يحب حلوة، اللي يحب حلوة. من بعد نجي نطيب الكريمة متاعي. الكريمة شنو نعمل؟ ناخذ الكسرونة نصب فيها نفس الحليب، ناخذ فصوص العظم ونفس السكر، نركضهم بالكدا بالكدا مع بعضهم، ومن بعد نصبهم في وسط نفس ايتر حليب اللي عندي. ناخذ نشا، نشا نحلو في نفس ايتر اللي قعدت لي، على خاطر كان نحطه مع العظم باش يكلفز لي شويه يكعبر يكعبر. في وسط الحليب بارد ما في حد شيء، انت تحركه ويجي معاك، نصب الكل على بعضه، نحط على النار كما العاده كريمه عاديه نطيبها وقتي بشويه بشويه، ديما بمغرفه لوح. وقت لي الراء اللي عقدت لي نحطك المغيفه نتاع نفس المغيفه نتاع الزبده ونحرك. اذا كان فوحته بماء الورد باش يمشي للطبيعه نتاعو على الفحات اللي عملت بالكسكسي. اذا كان ما نحبش نفوحه بالماء الورد نعمل فيه باكو فانيليا، هو يبدا ابن بالماء الورد. اما فما اللي يقول لك لا ما نعملش فيها ماء الورد، فما شكون ما يحبش القوم تاع ماء الورد مثلا. طابت الكريمه نتاعي، طاب الكسكسي، ناخذ كل واحد وصحفته هنا كيما عصيت الزقوبه، نعمل فرشه من الكسكسي فرشة كريمة تكون عندي فاكية كل قدير وقدره. أنا نجم حتى الكاكاوية نقليها بالقدا، وبعد ما نقليها قبل ما نهروشها نعملها شوية روح روح فستق كتيرات هكا، ونعاود نجمرها شوية، وصدقني كي نهروشها ما تبداش فما فرق بين ريحة الفستق العادي والفستق نتاع الكاكاوية. نعمل عليها شوية فستق، ثم نعاود نحط كسكسي ونعاود كريمة، ومن فوق نزين بشوية دقلة وشوية فستق هكا على الجناب، تاكلوا بالشفاء وناكلوا بالشفاء. هذا المنيو نتاعنا اليوم اللي حضرني شهيدنا. جماعة في الكوليست شهيتوا، شنو أكثر حاجة شهيتكم اليوم؟ عمر شنو أكثر؟ الكريمة الكريمة الكريمة. جماعة ماشي للحلو طيح لهم السكر. بي نمشيو أنا أكثر حاجة نستنى فيها البريكولاج، البريك بالعظمة. البريك بالعظمة طريقة هي يعملوها قبل قبل، معناتها اللي كانوا يعملوا البريك. البريكة بالعظمة عندها قواعد قديمة. شنو القواعد القديمة؟ تاخذ كعيبة بطاطا تطيبها بالكدا بالكدا بالكدا، ومن بعد ترفسها بالفرشيطة، ومن بعد تحط فيها شوية هريسة، وتخلطك الخليط هذاك بالكدا مع بعضه، بطاطا وهريسه بطاطا وهريسه. البريكه اللي بالعظم ما نطويوش الحرف نتاعها، ما نرجعوش مربع، انا نخليها كيف ما هي. اما اللي يحب يطوي الحرف نتاعها، كيف يطوي الحرف يحاول باش يعمل شويه ابيض نتاع العظمه باش تشد له الحرف وما تتحلوش، ما تتحلوش وتتسكر ما يخرجش العظم من برا. واضح. انا البريكه نتاعي نخليها كيما هي، نحط فيها مغيرفه نتاع قهوه من البطاطا، ونطرح عليها الكل باش كان حتى كعبه البريك منقوبه ولا كذا تتسكر، سانو ريسكو ريان. واضح. من بعد نجي نكسر العظيمه نتاعي في صحين صغير والا في كيس، ونصبوا فوقك البطاطا هذيك، ونحط كعيبات كبار مغسولين بالماء السخون ناحيه الملح نتاعهم، ذره معدنوس من الفوق وذره قريصه ملح، نسكرها، يكون الزيت نتاعي حاضر باش سخون، نربي بالكعيبه بالكعيبه. نحب العظمه نتاعها رايبه، اللي يحبها رايبه يلزم يقوي شويه على النار، واللي يحبها طايبه ينقص في النار نتاعها، تطيبها وتستقطرها وتقدمها مع دي ترونش دو سيترون.
واستيقلوا صحة وبشفاء. يعطيك صحة مدام جميلة شهيدنا. اليوم اقترحت عليكم روز بالمبعار، صدر بالكبار، سلطة متاع الخضرة المفورة والكيك اقترحهم عليكم اليوم شيف رياض الحمريتي. اقترحت عليكم أيضا للتحلية ولا حتى السحور اللي يحب مسفوف بالكريبة. وفي المفتحات متاعنا بريك بالعظمة نجموا تعاودوا تتفرجوا في الغيسات الكل على صفحتنا على الفيسبوك ديوانا فام 31 328 330 رقم التليفون.